واحنا بنتكلم بقى عن الانتخابات، المفترض ان يعني خلاص على وشك، احنا بدأنا في العام 2015، المفترض ان ثلثه الاول او ربعه الاول هيشهد الانتخابات. المفترض ان رئيس الجمهورية اعلن اكثر من مرة ان بحلول مارس هيكون لدينا برلمان، وبالتالي الوقت فعلا بدأ ينفذ. بالتالي بدأت التحالفات الانتخابية تسفر عن تشكيلتها، بدأ يبقى فيه سواء انشقاقات أو إعادة تشكيل أو خروج من تحالف وانضمام إلى تحالفات أخرى. يعني في تحالفات حتى الآن بدأت تظهر للعلن، وفي تحالفات أخرى بدأت تعلن عن نفسها في اللحظات الأخيرة. يمكن النهاردة في تحالف اسمه صحوة مصر برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي السابق في حركة كفاية، قال إنه على وشك الانتهاء من القائمة الثالثة لمرشحي التحالف، ولم يبقى سوى حسم أسماء مرشحي القائمة الرابعة. وزير الإعلام الأسبق الأستاذ أسامة هيكل قال إن تم الانتهاء من إعداد القائمة الوطنية الموحدة المعروفة إعلاميا باسم قائمة الدكتور كمال الجنزوري في انتخابات مجلس النواب. القائمة دي بتضم 42 حزب و28 ائتلاف ثوري وسياسي، بالإضافة طبعا لقوائم موجودة بالفعل زي قوائم قائمة الوفد المصري وغيرها من القوائم. أستاذ عمار علي حسن الباحث والمحلل السياسي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عمار. يعني الانتخابات مفترض أن يبقى فيه دكتور، مفروض أن يبقى فيه الانتخابات في شهر مارس المقبل، هل حضرتك شايف أن الاستعداد ليها والإعلان عن التحالفات بهذه الطريقة يعني بيجاري سرعة نفاذ الوقت ولا لا؟ لا، هو لا يجاري سرعة نفاذ الوقت قطعا، لسيما أن تحديد موعد قاطع للانتخابات كان مسألة أخذت وقتا من قبل السلطة السياسية، وفسرت المادة التي نص عليها الدستور بإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من إتمام الدستور، هل هي البدء في الإجراءات أم اكتمال العملية برمتها بانتخاب والتئام برلمان جديد؟ فاللجنة أخذت بمسألة الإجراءات، ولا تزال قضية الوقت مفتوحة. حتى الآن لا يوجد حسم، هناك من يتحدث عن مرحلة أولى فقط قبل المؤتمر الاقتصادي، هناك من يقول اكتمال المراحل، ومن ثم عدم حسم الوقت ربما أدى إلى أن تعيش الأحزاب السياسية أو يعيش الراغبون في خوض غمار الانتخابات في بحبوحة من الوقت، ورأينا مثل هذا التباطؤ في حقيقة الأمر. أنا أسأل حضرتك يا دكتور، يعني أنتم اخترتم أن أنتم تدخلوا إلى السباق في اللحظات الأخيرة وعملتم هذا التحالف اللي حضرتك عضو فيه اللي هو تحالف صحوة مصر اللي تم الإعلان عنه، هل يعني بصراحة شديدة هل الساحة ينقصها تحالفات؟ هل لم تجدوا أنفسكم في أي تحالف من التحالفات الموجودة والمطروحة على الساحة؟ ابتداء مسألة صحوة مصر وقائمتها، هذه مسألة تعد منذ عدة أشهر لكن لم تخرج إلى الإعلام إلا قبل أيام في حقيقة الأمر، لكن التداول بشأنها والرغبة في تمثيل قوى اجتماعية صارت وتريد التغيير بعيدا عن الحسابات الضيقة للأحزاب أو تكالب المستقلين على البرلمان لإنتاج برلمان شبيه بالبرلمانات التي رحلت وقبرت بثورة يناير أو يفترض أن يحدث ذلك، دفع البعض إلى أن يفكر في هذا الاتجاه من أجل تمثيل مجتمع نص الدستور على ضرورة تمثيله. مين الممثل يا فندم في هذا التحالف؟ مين الأحزاب؟ مين القوى السياسية اللي أنتوا بتمثلوها في هذا التحالف؟ أولا أنا عضو في لجنة محايدة للاختيار من بين 1000 مرشح أو يزيد، قائمة من 120 شخصا أساسيا ومثلهم احتياطيا، ومهمتي ومهمة زملائي من اللجنة المحايدة تنتهي بمجرد الإعداد النهائي لهذه القوائم. يعني حضرتك مش نازل الانتخابات على قوائم التحالف؟ الانتخابات حضرتك مش هتنزل الانتخابات على قوائم هذا التحالف؟ لا لا لا، احنا لجنة محايدة فقط للاختيار، ومن ضمن الشروط ألا يترشح أحد منا على هذه القائمة أو غيرها. إيه معاييركم بقى لاختيار المرشحين؟ وهم أعضاء في أي أحزاب سياسية اللي هي بتضمنها هذا التحالف ولا هم مستقلين؟ في الأساس خوطبت المؤسسات التي نص الدستور على تمييزها، نتحدث عن المصريين في الخارج، الشباب، المرأة أو النساء، نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، عن الفلاحين والعمال، كل هذه الاتحادات خوطبت وأرسلت ترشيحاتها.
إلى جانب شخصيات عامة ومستقلين. يعني دي قائمة غير حزبية. أحزاب التيار الديمقراطي، حزب الكرامة وما معه، وأيضا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. القائمة كانت مفتوحة بشرط أن تمتثل الأحزاب للشروط الموضوعية التي وضعت، وهي ليست شروطا على هوى أو مقاس أو مصالح ومنافع اللجنة المحايدة ولا من أطلق الفكرة، إنما هي تمتثل لما طلبه الدستور، وتمتثل أيضا لضرورة تمثيل المجتمع وضرورة أن يضم البرلمان المقبل كفاءات وطنية نزيهة ووجوه مختلفة يصوت لها المصريون أو هكذا نعود. هل القائمة دي جاءت ردا على يعني بعض الأحزاب اللي حضرتك ذكرتها كانت عضو في تحالف آخر هو تحالف الجبهة المصرية اللي خرجت منه لما دخلت بعض الأحزاب في قائمة الدكتور الجنزوري؟ هل القائمة دي ردا على قائمة الدكتور الجنزوري وهل هي قادرة على منافستها؟ هذه القائمة سابقة على الدكتور الجنزوري بكثير، يعني قبل أن يشرع الدكتور الجنزوري هذه القائمة يتم النقاش حولها، لكن الدكتور الجنزوري منذ أن بدأ وهناك تسليط ضوء عليه من قبل الإعلام حتى قبل اكتمال الفكرة وقبل اكتمال القائمة، وفي ظل سيولة من أحزاب تذهب ثم تعود وهكذا. لكن احنا فكرتنا سابقة بكثير على الدكتور الجنزوري ولم تكن رد فعل على الإطلاق له. شكرا جزيلا دكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. معايا على الهاتف النائب السابق استاذ مصطفى الجندي عضو تحالف 25-30. اهلا وسهلا سياده النائب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ مصطفى. يعني هل توافق على ان عدد التحالفات بقى حتى عصيه على الحفظ بالنسبه لناس كتير؟ هل حضرتك شايف ان الناخب العادي اصبح يفرق بين التحالفات المختلفه اللي بيسمع اسمها كل يوم في وسائل الاعلام؟ الحقيقة هي في تحالفات طبعا كثيرة وتحالفات كل يوم بتزيد بسبب الخلافات ما بين أعضاء التحالف الواحد، لأنك التحالفات أشخاص وأغلب هذه التحالفات لو هتلاحظي هما بيتكلموا على القوائم، يعني اللي هو 20% محدش بيتكلم على 80% اللي هي مصر، اللي هي المستقلين، اللي هي الواقع اللي احنا عايزين نعيشه، اللي عايزين من ناتج هذه الانتخابات القادمة. ودي كانت فلسفة 25+30 قالوا بتاع هو تحالف للمستقلين فقط، تحالف لا في ده. حضرتك بتتكلم عن تحالف 25-30 اللي حضرتك عضو فيه. ما انا بقول لك لا احنا مؤسسينه بالظبط، انا والاستاذ عبد الحكيم عبد الناصر وعبد الحليم انديل والاستاذه شاهين دمقلد والاستاذ الاشقر، يعني مجموعه كبيره من الهدى، مجموعه كبيره من الشخصيات اللي كانت ايام انتخابات الرئاسه عملت وثيقه مستقبل مصر اللي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق عليها الاستاذ حمدين صباح اللي هي من 10 نقاط. فإحنا أحيينا هذه الوثيقة وقلنا تبقى وثيقة جامعة للمستقلين في البرلمان القادم، لأن البرلمان القادم بأغلبيته إن شاء الرحمن هيكون مستقلين لسبب بسيط. طب ليه ما دخلتش الأحزاب اللي وقعت؟ يعني إذا كان حمدين صباحي وافق على هذه القائمة أو على هذه الشروط العشر اللي حضرتك ذكرتها. لا ثانية واحدة، حمدين صباحي والرئيس عبد الفتاح السيسي وافقوا على وثيقة مستقبل مصر أيام الانتخابات الرئاسية كان فيها 10 نقاط، فإحنا لما جينا داخلين البرلمان وبنجمع المستقلين حوالين وثيقة أحيينا الوثيقة اللي كان وافق عليها أيام الانتخابات الرئاسية. أنا بقصد ليه الظهير السياسي، يعني مثلا حمدين صباحي كان واقف ظهره التحالف الاشتراكي، ليه ما اشتركش معاكم؟ ولا أنتوا اشترطتوا من الأول إن ما يكونش فيه أحزاب؟ قلنا أفراد. أفراد فقط. عايزين أفراد، ما فيش كيانات ولا أشخاص، لأن إحنا بنعترف وبنقول إن ما فيش كيانات وما فيش أحزاب والكلام ده محتاج وقت. يعني هل انتم متصورين ان انتم قادرين على المنافسه في ظل زحمه التحالفات الكبيره اللي واقف ورا بعضها؟ احنا بنشتغل على الفردي بس، يعني احنا شغلنا كله على الفردي. احنا النهارده وصلنا تقريبا 800 طلب ترشح فردي، انت عارفه هيكون عندك كام عندك كام مستقل، لا هو احزاب ولا هو تيار ديني، هيبقى عندك فوق ال 10,000 مستقل نازلين لو هم تبع احزاب. احنا بنحاول نجمع هؤلاء وبنقول ان احنا بنتوحد حوالين هذه الوثيقه، ولو دخلنا البرلمان بنشكل كتلة المستقلين جوه البرلمان. لكن كل الأحزاب هتنافس برضه في نفس المجال وهو القوائم الفردية، وفي أحزاب أصلا مش هتعمل قوائم غير قوائم فردية بس. بصي أقول لحضرتك حاجة، التخين قوي في الأحزاب دي منزل 200 واحد. التخين قوي اللي هو صارف مليار وعامل دعايات بمليار وبتاع، هيجيب منين؟ هو فين الكادر يا جماعة؟ خلينا بس نعترف إن إحنا أيام مبارك
عشان بننجحهم مستقلين وبعد. طب وهل انتوا كتحالف تحالف غني جدا لدرجه ان انتوا تنافسوا الاحزاب التخينه زي ما حضرتك وصفتها اللي صار في هذا الصرف؟ السبب لان احنا تحالف المستقلين، والمستقل اللي بينزل بيبقى نازل شايل نفسه، مش مستني حد يشيله. فلما تجمعي المستقلين وتقولي كل واحد مسؤول، نيجي احنا كتحالف بنعمل ايه؟ طب انت بتقدم له ايه حضرتك في التحالف اذا كان هو مستقل وشايل نفسه وهو اللي هيصرف على حبلته؟ لا يعني ان هو هيخش البرلمان مش هيبقى عضو مجلس محلي، هيخش البرلمان هيبقى نايب، وفي وثيقه جامعه وافق عليها رئيس الجمهوريه ايام الانتخابات الرئاسيه انه هيكون من مجموعه. يا فندم انا نائب مرتين داخل البرلمان، ما ينفعش حكايه مستقل لوحدك دي. احنا عايزين نجمعهم، وفي خلال الخمس سنين ناسس حزبين، طالما الاحزاب دي مش عايزه تتلم في حزبين زي العالم المحترمه في العالم كله. هل انتوا شايفين ان انتوا قادرين على منافسه الاحزاب في مجال القوائم الفرديه حتى يعني؟ يا فندم مش نازلين، الاحزاب اغلبها نازله باعداد طفيفه وبيلعبوا على القوائم. المستقلين هم اللي هيكسبوا الانتخابات الجايه بنسبه من 70-80%، وافتكري هذا الكلام. ولن يستطيعوا الانضمام لاي حزب لان الدستور بيمنع، اذا سيبقوا مستقلين. اذا احنا عملنا عباءه للمستقلين في خلال الخمس سنين او حتى العشر سنين، دورتين نؤسس حزبين، واحد يمين واحد يسار زي اي دوله محترمه في طب العالم. وايه الضمان يعني بما ان مفيش عباءه حزبيه وبما ان مفيش تجانس؟ عملنا وثيقه وميثاق وقسم، وكل وافق عليه وملزم قسم. كل اللي دخلوا ويانا بيمضي على الوثيقه وعلى الميثاق والقسم، وبينزل بيها وبيحط شعار تحالف 25-30 لكل المصريين على شعار الانتخابي. شكرا جزيلا لحضرتك نائب السابق الاستاذ مصطفى الجندي، شكرا عضو تحالف 25.